الجمعة من أجل المستقبل. الجمعة من أجل المستقبل هي حركة الإضراب المدرسي من أجل إضراب المناخ أو المناخ. هي حركة اجتماعية عالمية تعتمد على التلاميذ والطلاب الذي يقومون بحملات من أجل تدابير حماية المناخ التي تكون شاملة وسريعة وفعالة قدر الإمكان. الهدف الرئيسي هو الاستمرار في تلبية هدف 1.5 درجة الذي حددته الأمم المتحدة في مؤتمر المناخ العالمي في اتفاقية المناخ العالمية. تعتبر أيام الجمعة من أجل المستقبل جزءا من حركة المناخ في باريس عام 2015 العالمية. اقتداء بالمثال الذي وضعته البادية غريتا تونبرغ، ينطلق تلاميذ المدارس في الفصل أيام الجمعة ويخرجون إلى الشوارع للتظاهر من أجل سياسة مناخية فعالة. يتم الاحتجاج من جميع أنحاء العالم وينظمه التلاميذ والطلاب. على سبيل المثال، قيل أن ما يقرب في 15 مارس 2019 هو أول إضراب مناخي يتم تنظيمه في جميع أنحاء العالم من قبل Fridays for Future. 1,800,000 شخص شاركوا في هذه المظاهرات. الأهداف العامة لFridays for Future: الهدف من الإضرابات المناخية هو لفت الانتباه إلى مظالم سياسية المناخ وبدء تدابير للعدالة المناخية. على وجه الخصوص يجب ضمان الامتثال لاتفاق باريس. شكراً.